معكم مريم العزيم، معالجة شمولية، كنقولوا ثيرابوت اوليستيك. ثيرابوت اوليستيك حيت كتختص بزاف ديال الاشياء، اولا لي فولي بزاف، الجسم المادي والنفسي والروحي والعقلي. هذاك الشيء علاش كنقولوا ثيرابوت اوليستيك، وحيت كيكون عندنا بزاف ديال الاختصاصات، وهذوك الاختصاصات ملي كنجيو ندربوا عليهم اولا ملي كيجينا شي حد في العلاج كنستعملوا هاد الاختصاصات كاملين باش نلقاو الحل. انا كيكون داك المشكله كتكون بارفو معقده جدا. دونك ما شاء الله كتبوا لي في الشات باش نشوف واش الكومونتيغات تيطلعوا، لان ما كيبان لي حتى شي حاجه، كيبان لي الناس كاينين ولكن ما كيبانليش شكون لي معايا. فوالا الحمد لله صافي، دابا بان ليا بان لي كومونتيغ كاينين. الو قلت ملي كيجينا شي حد في العلاج، او اللي طلب الحصص العلاج، او اللي طلب المتابعه في العلاج وحصص العلاج، كنكونوا كن كن كنتعاملوا معاه بجهات مختلفه باش نقدروا نلقاو المشكله. حيت الا شدينا غير من المنطقه النفسيه مثلا، او من الفولي النفسي، غنبقاو تما واحدين. الا مشينا للجسم المادي وقلنا شنو فيه، يعني لو كور فيزيك شنو فيه، غنبقاو تما. الا مشينا للجسم الطاقي غنبقاو تما، اذا العقلي كذلك. اذا خاصنا اوبليجي اننا كندوزو لي فولي كاملين باش نلقاو المشكله. وبعد نومات ما تتكونش مشكله في بلاصه واحده، كنحلوها من بزاف الجهات حتى تحل. كنبقاو نحلو من هنا من هنا من هنا حتى كتحل. اي نوع من الملفات، ملفات الزواج او اللي في قلب الزواج، او اللي ما مزوجش، ملفات الابناء، ملف ديال المال، ملف ديال مثلا ديال العلاقات، ملف ديال الصحة، ملف ديال الآباء، يعني كاينين ملفات شتى، ودائما خاصنا ندوزو بهاد الملفات كاملين. إذا ما شاء الله، مرحبا مرحبا مرحبا. كيبانوا لي ما شاء الله كاين 16 واحد اللي متبعنا، واخا انا كاين ديكالاج ديال لوغيغ، لان عندنا يلا حنا يعني عندنا 9:30، مي نتوما عندكم 3:30 على حسب فين كاينين، في الكيبيك وكندا، داكشي علاش. دونك بسم الله. الو انا موجوده في بروكسل في بلجيكا، عندي انا موجوده هنايا اكثر من 24 عام، من اصل مغربي، كبرت في المغرب حتى 18 عام، بعد جيت لهنايا وبقيت هنايا، واسست اكاديميه ديال مريم العازمه هنايا، واكاديميه ديال النور في المغرب، اللي كتعتني اليوم بالدورات الدورات 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 فورماسيون، باش نزيدو القدام، باش نرتقيو بالارواح ديالنا، باش نخرجوا من هاد المشاكل اللي عندنا وهاد الشيء اللي كاينين. ومن بين المشاكل اللي كاينين هما هاد المشكله ديال هاد الموضوع ديال اليوم. هاد الموضوع ديال اليوم هضرت فيه بزاف، ولكن يمكن اللي ما خفت نكذب، اول مغربيه كتهضر عليه بهذه الطريقه وهاد وجهه النظر، لاننا كننسف بزاف المعتقدات في هاد الموضوع هذا، لان تربينا على واحد الطريقه وتعلمنا واحد الطريقه في التربيه ديالنا، اننا كيفاش نربي ولادنا، وهذيك الطريقه هي اللي اليوم كنسفها، لان ما بقاتش صالحه لينا وما بقاتش قادين بها نربي ولادنا. الوغ شنو اللي واقع؟ اللي واقع اليوم حاليا في الديور كاملين، ما نكذبوش على روسنا، وكنهضر على العالم العربي والمغاربي، عندنا مشكله اننا في التعامل مع الدراري ما كنعرفوش لهم، وما بقيناش عارفين ليهم، وما بقيناش عارفين نتصرفوا معاهم، وما كنعرفوش كيفاش لا نتصرفوا معاهم ولا نربيهم ولا نردوا عليهم، وداخلين في صراع، يعني المدابزه والصداع والنقير والفتنه والصداع في كل نهار، وبزاف بزاف بزاف بزاف. دونك بزاف منا صراحه اليوم كيعاني من تربيه الاطفال، كوساسوا صغيرين يعني عاد زادوا يعني عامين 3 سنين، كوساسوا 10 سنين يعني بدات بدايه المراهقه، وكوساسوا الكبار يعني اللي فاتوا 20 عام. اذا في كلتا الحالات كلها ما كاينش، انا كنكذب عليكم كذب، لان كوميم 14 عام 15 عام وانا دابا في العلاج وفي الكوتشين وكنتابع الاسر وداك الشيء، ما كاينش في شي دار اليوم ما كاينش الصداع والفوضى على مع الدراري، كوساسوا الام مع الدراري، كوساسوا لب مع لم على ود الدراري، وكوساسوا لم مع لب على ود الدراري، وكوساسوا الاباء بجوج على ود الدراري، او الجده او لا الناس اللي دايرين بهذا. كما كان الحال كما كان الحال كاينه هذه المشكله هذه، وكتارق دابا كتير، كتارق بزاف ل
العائلات، لأن ولينا نوضو نصبحوا على الغوات، نوضو نصبحوا على هذا ما بغاش يلبس حوايجو، هذا ما بغاش يهضر، مالو كيهضر هكايا، مالو هكايا، مالو ما بغاش يقرا، مالو علاش كيضرب اختو. هادشي اللي حنا تقريبا العائلات كلهم فيه، وتحت ما تسائل علاش، علاش كيقولوا علاش، ولكن ما فهموش بان ما حدهم غاديين بهذيك الطريقه اللي هما عند بالهم باغيين يربيو بها الدراري، وما حدهم باقا المشكله غاده، ما بغاش هادشي يحبس. وفعلا ما بغاش، وهادشي عاد يتزايد، لان قصو حيط الراس ديال الدراري ديالنا اليوم كنقولوا لها اكسبونونسيال، يعني بحال اللي مرتبطه بالعند ديالنا احنا في التربيه ديالنا، كيفاش باغيين نربيوهم هما غاديين وتيعندوا وتيزيدوا، وكيحسبنا حنا طيناها زعما رحنا. وبعد نوبات كنلتجؤوا لاعنف الوسائل بحال الضرب، بحال العنف، بحال الكويان، بحال المعيور، السبان، العقاب، كنلتجؤوا الكثير من الوسائل، وكيحسب لينا زعما راه حنايا غاديين غنقدروا عليهم. وما حدنا كنمشيو في هذه الطريقه هذا، وما حتى حاجه ما كتقاد، وما حتى شي غير كيزيد في قلب العائله، هذوك الدراري تيزيدوا يتعوجوا. علاش هذا الشيء كامل؟ حيت من الاول جينا نربيوهم بحال اللي ربونا والدينا، وجينا نربيوهم بالطريقه اللي عندنا حنا في مخنا على التربيه. هذه الحاجه الاولانيه، لان عندنا واحد المعلومات، عندنا واحد الحوايج، عندنا واحد السيستيم، عندنا واحد تقاليد، عادات، بزاف د الحوايج، معتقدات حنا جينا بيهم من عند الاسر ديالنا، وجايين باغيين نربيو هذوك الدراري، وكيحسب لنا هذيك الطريقه اللي حنا كنستعملوها هي اللي غتنفع. هذه الحاجه الاولانيه، ما غتنفعش، ما غتنفعش سقطو مع الدراري هادو، وخاصه الدراري اللي زادوا من 2000 القدام، يعني من 2012 القدام، ولا حتى مولين 2000 القدام، وانا غنقول لكم علاش. دونك ها الحاجه الاولانيه، دونك جايين صعيبين، صعيبين في تربيتهم، في المعامله، في نعاسهم، في ماكلتهم، في شربهم، في قرايتهم، في كل شيء، في كل شيء، حتى ما بيناتهم هما صعيبين، جاو صعيبين بزاف. كنقولوا مال شنو هاد، شنو هاد الشيء واقع، شنو هاد الشيء، ومعاناه. انا تنقول لكم، انا تنأكد لكم، ما كايناش اسره في الاسر اللي ما كتعانيش من هاد المشكله. يمكن نبصم عليها، والطاقه ديال الاسره انا عارفه شنو فيها، وعارفه هذا لان بالحصص العلاج وبزاف، وملي كنت بديت في الكوتشين وداك الشيء بزاف بزاف. اوكي الوغ، هالحاجه الاولانيه، الحاجه الاولانيه هي كيما تربيت انا، وكيما كنت انا مع والدي، راه بغيت ولدي يكون بحالي معايا. ما عمره ما غيكون بحالك، لان كاينين اسباب عده، كاينين اسباب عده بزاف 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 بزاف. الو، انا كنت ساكته عند والدي، والدي كانوا غير كيشوفوني بالعين، ولا امي كتغز على سنانها، صافي كنسمع وكنسكت وكندير لها اللي بغات. وفعلا كانت امي كدير بحال هكا، كنفهمها شنو بغات، اولا كتخرج فيا عينيها كنفهم شنو بغات، اولا داك التشنكله اللي كتشير، اولا شي حوايج بحال هكايا. ولكن كنا طائعين، كنا طائعين، كنا خايفين، وكنا خايفين من الغضب ديال والدينا، خايفين من عدم الرضا ديال والدينا، كنا خايفين من سخط والدينا. وهكا تربينا، تربينا في الخوف وفي العقاب وفي اللوم وفي العتاب وفي العار وفي كل شيء. الا غضبتي والديك انت راكي ما تسويش، وربي غيغضب عليك. وهذا الشيء اللي قالوا لينا، وهذا الشيء اللي كبرنا عليه، في حين ان كاين اختلاف كتير في القضيه ديال الطاعه والتربيه وهذا الشيء كامل. هذه قلنا الحاجه الاولى هي اننا كيما حنا هازين معنا تقاليد وعادات، بغيناهم نطبقوهم على والدي. الحاجه الثانيه هي القضيه ديال حنا تربينا في الطاعه العمياء، وخايفين من العقاب والسخط ديال الوالدين، وبغينا حتى حنا نديرو بلا ممشوص، وكنقولوا ولادنا راه مسخوطين الوالدين، ولادنا مساخط، ولادنا جنون، ولادنا شياطين، ولادنا ما كنخليو حتى كلمه ما كنقولوها على ولادنا، حيت ما باغينش يتبعوا داك الشيء اللي باغين حنايا نديرو. ها الحاجه الثالثه، حاجه اخرى هو عندنا واحد التوقعات كبيره على ولادنا، هادوك التوقعات بحال دي زاتونت، حنا كنتسناو من ولادنا يكونوا بحال شنو،
بحال تربيتنا، بحال المجتمع ديالنا، بحال شي ناس دايرين بينا، يكونوا حسن من شي حاجة، يكونوا حسن ولاد عمهم ولاد خالتهم، حسن مني. إذا عندنا توقعات، ما كنبغيوش ولادنا غير هكاك في سبيل الله، يعني كنقولوا لها الحب الله مشروط. يعني حنا عندنا شروط كنبغيو بها ولادنا، إلا نجحوا وجابوا مزيان حنا كنبغيوهم، إلا كانوا مربيين وساكتين حنا كنبغيوهم، إلا كانوا مرضيين حنا كنبغيوهم، حيت حنا كان عندنا هاد الشروط قبل، حيت حنا كانوا عندنا هاد الشروط كاملين. الا ما غسلتيش المعلمه ما مرضياش الوالدين، الا ما قديتيش وقبلتي خوتك ما مرضياش الوالدين وغنسخط عليك، الا ما عطيتيش لامك الفلوس غتسخط عليك. هادشي علاش تربينا وكيحسب لنا بحال الطريقه حنا غاديين مع ولادنا. مي ولادنا ماشي على حساب العرف اللي حنا تربينا فيه، ولادنا ماشي مسخط مسخط ملهي. يعني الا جينا نتبعوه بان السخط هو انك ما تسمعيش لوالديك وما ترضيش والديك وما تتبعيش والديك وما ديري والو لوالديك وما تهزيش الصوت ديالك وما تأففيش عليهم، يعني ولادنا راه في السخط. ولكن حاجه واش يكونوا في السخط؟ راه ماشي هذا هو المعايير، وماشي هذا هو التقاليد، وماشي هادشي كامل اللي تربينا عليه. اذا حنا عندنا توقعات، وسقف التوقعات عالي بزاف وغادي تعلى مع هادشي اللي ولا دابا اونلاين، ومع لونجلي، ومع المقارنات، ومع بزاف بلاتي نشوف هذا. فوالا كيدخلوا شي وحدين هنايا، فوالا اوكي. الو دونك قلنا غير شي حد كان داخل من في الجروب وخرجته في نوبة لان كان كيعاير، حد بدو كيبانوا لي كومونتير. مرحبا 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 بكم. الو قلنا بان قلنا الو كاين واحد المقولة كان قالها سيدنا علي، سيدنا علي من الصحابة الكبار ومن بين الصحابة اللي رافقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قالها وما انتبهناش للطاقة ديال هذيك المقولة، ما انتبهنالهاش. قال لك بلاتي نتفكر البدو ديالها: لا تربوا أولادكم كما ربيتم، إنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. يعني وسبحان الله هادشي علاش غادي نجاوبكم، علاش الاطفال ديالنا ديال اليوم اللي زايدين مور 2000 كلهم، اولاد 98 99 واللي موراهم، هادو كلهم ما يصلح لهمش هادشي اللي حنا كنا مربيين عليه، وما يصلح لهمش الضرب. ضربوا حتى تشبعوا ما غادي توصلوا معاهم حتى شي حاجه، حتى بالعكس غادي غيت عنده يمشيو لشي حوايج خايبين، وبالعكس غيمشيو لشي حوايج خايبين ديال الادمان، ادمان على لي زيكرون شاشات، الادمان على البورنو، الادمان على الضرب، الادمان على العضان، الادمان على سبور مصاب، الادمان على سبور ولكن كيكونوا مدمنين لدرجه خطيره جدا، الادمان على الكارو، الادمان على الكيف، الادمان على القمر، الادمان على البنات، الادمان. يعني كل ما مشيتوا في المعامله الاكستريم وبقيتوا كتضربوا وتعايروا وتسبوا وتيحسب لكم بهذه الطريقه غادي تقادوهم وتقودوهم، راه غادي غير تمشيو معاهم في فالات. وكنهضر على هذا الشيء من الصغر حتى الكبر. اوكي الوغ خلقوا لزمان غير زمانكم، حيت اللي ما عرفش هو اننا كنا حنا ملي كنا في التربيه مع وليدينا كنا واحد الزمان اخر. هذاك الزمان في عهد ديال في لو دومين دو لاسترولوجي، ولا ديال الافلاك ولا الفلك، ولا عالم ديال تنظيم الكواكب والارض، تنقولوا لها كنا في عصر ديال الحوت. ودابا انتقلنا لعصر الظل، وكنا كندخلوا فيه هذاك عصر الظل، وبدينا كندخلوا فيه من بداية الألفين حتى ل 2012. 2012 دخلنا في هذاك عصر ديال الظل، ودخلنا له دخلة واحدة صافي الحمد لله، دخلنا والكواكب دخلوا، وملي دخلنا وطاقة الأرض عالية. يعني من هاد السنوات الأخيرة وانتم كتشوفوا الأحداث العالمية كي كاينة، وتشوفوا العائلات، وغتشوفوا شنو نايض في العائلات وتوفيتان وبزاف د الحوايج، حيت صافي كنتغربلوا كنتغربلوا كنتنظفوا ملي دخلنا لهذا العصر هذا. هذاك الشيء علاش سمعتي زماني غير زمانكم، نتوما كنتو في زمان عصر سميتو الحوت، وهذا عصر سميتو الدلو. لي سامبتوم او الاعراض او الوصف ديال العصر ديال الحوت هو الناس كانوا تابعين طايعين وساكتين، ما تيعلقوا، ما تيحلوا، ما تيرفضوا، ما تيدخلوش في نقاشات، ما تيدخلوش في صدامات، ما تيرفضوش الحوايج اللي تقالت لهم، كيتيقوا الناس واخا هما ما متيقينهاش، تيامنوا تيقولوا سي بون
انا اللي تقال لينا كنا كنسمعوه، واللي تقال لينا كنا نطيقوه، واللي تقال لينا كنا نامنوا به. ما كانش داك لا غوبيليون، داك الثوره وضد، ما كانش هادشي. هذا عصر الحوت. جا عصر الدلو، قال لينا هادشي كامل اللي كان مزيان مزيان ودرتوه به نتوما وصافي، ولكن الارض اليوم والكون والكواكب والله سبحانه وتعالى ما محتاج لهادشي اليوم. حنا ما محتاجينش لهادشي اليوم، ما محتاجينش نبقاو ساكتين، ما محتاجينش نبقاو طايعين، ما محتاجينش نبقاو مغمضين بحال حشاكم الدابه اللي كيحطوا لها هكايا، ما تقدر لا تدور لا دير لا تفعل، غير تيديروها في داك الساقيه، ولا كيجروها ولا كيدفعوها ولا كيهزوا فوق منها وساكته. اذا حنا ما بقيناش قاطيع، ما خصناش نمشي نبقاو قاطيع، خصنا نكونوا في الانفراديه، خصنا نكونوا في النسخه الاصليه، خصنا نرجعوا لحقيقتنا، خصنا نرجعوا انا شنو باغا ندير، ندير الحاجه اللي باغني وقت ما بغيت كيما بغيت كيما انا نختار، باش قانون الاختيار اللي هو من اكبر القوانين خاص يرجع لينا اش كيقولوا لها لو ليبر اربيت ولا دغوا دو ليبر اربيت، خاصو يرجع، خاصنا نعرفو نتصرفو بوحدنا كيما بغينا. وحيت حنا تربينا في واحد العصر، واحد الزمان اللي كان فيه الطواعية، وكانت فيه الطاعة، وكانت فيه الاستسلام للناس الاخرين والبشر، وكنا غير ساكتين. جا ولادنا مجدهم الله سبحانه وتعالى في الجينات ديالهم، يعني راه ما عندهمش نفس الجينات ديالنا، وما عندهمش نفس الطاقة ديالنا، يعني لا دي ان ماشي بحال ديالنا، يعني هو بحال جاي موجدهم رب العالمين. حيت كان كل 100 عام رب العالمين كيصيفط رسول، كيصيفط نبي، كيصيفط شي حد اللي كيوقف مع داك الأمة باش تزيد لقدام. من 1400 عام ما جا ولا نبي ولا تا شي حاجة. إذا خاص شي حاجة تكون باش تعاوننا نطلعوا ونقلبوا ونبحثوا باش هادشي يتغير. اذا شنو جا؟ جاو الاطفال ديالنا بحال اللي فيهم صفة رسول، ماشي رسول من الرسل، ولكن حتى هما هازين رسالات. للاسف اليوم حنا ما قاريينش هذوك الرسالات، حنا كاع ما فهمناش شنو ولادنا باغيين يقولوا. ولادنا باغيين يخرجونا من الاستعباد والطواعية والقطيع اللي كنا عايشين فيه، والطريقة باش كنا احنا عايشين فيها في عصر ديال الحوت، وبغاونا نفيقوا ونوليو عندنا قانون الاختيار، عندنا الحرية في أننا نديرو الحوايج اللي بغينا وقت ما بغينا كيما بغينا. وهذا الشيء اللي دايرين ولادنا، كل هذه لا انا جيم با، انتي كوليها انا ما ناكلش، كتقول له اساي غير جرب، لا جو ميم با نجرب. شحال هادي كان كانوا والديك تيقولوا لك جرب كتجرب، ماشي كانوا كيقولوا لك تجرب، كانوا كيقولوا لك كمل التبصيل، بغيتي اللوبيا، بغيتي العدس، بغيتي صفرج، ما بغيتي ولا ما بغيتيش تكمل التبصيل ديالك، وغتاكل بزز منك، ولا ما كليتيش ما كاينش حاجه اخرى في الثلاجه، وما غنطيبولكش داكشي اللي بغيتي. هادشي اللي كان قديم. اليوم كتقولي للدري غير جرب، تيقول لك لا جو با، انت اللي جربي، انا ما بغيتوش، انا دابا ما بغيتوش، ملي يبغيه ما ياكلو. هادشي اللي يقول اجي تنعس، لا نتوما فايقين انا علاش غنعس، انا ما فياش النعاس. نوض تقرا، لا انا ما بغيتش نقرا دابا. وزيدون ديك المدرسه ما بقاتش عجباني، حيت المعلمين كيبزوا علينا شي حوايج. حنا على حنا ملي كنا صغار كنا كنقولوا المعلمين كيبزوا علينا، ولا المعلمين كيضرونا، ولا كيقولوا لنا شي حوايج فيهم التخربيق وانا ما مقتنعش. دابا ولدي تيقول لي، تيجي عنده 7 سنين تيجي تيقول لي هذاك الشيء اللي كتقري لنا الاستاذ راه بعد فيه غير تخربيق، وعنده الحق الصراحه. الا جينا الصراحه، التعليم والمناهج التعليميه ولا فيها غير شي حوايج لا ما مواكباش الزمن، ما مواكباش الوقت، ما مواكباش العصر، ما مواكباش الدراري. ملي باقي اليوم كان 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 كنستعملوا الطباشير والصبوره كحله مع الدراري، والدراري فاتوا هذا الشيء، الدراري وصلوا للشاشات السريعه والالوان والسرعه ديال الالوان وسرعه الصوت وسرعه ديال كل شيء، وحنايا باقيين يلاه في السبوره والاوراق بالبيض والكحل. باقي اليوم الاساتذه تيطبعوا الاوراق بالبيض والكحل، وولادنا سالاو، ولادنا راهم كيتفرجوا في الالوان. يعني اللي عنده نتفليكس، واللي عنده ديزني تشانيل، واللي عنده مع 1000 شان، واللي عنده لا تابليت اخر سامسونج واخر ايباد، وحنا باقين كمعلمين وكمناهج تعليميه، باقين حنايا يلا باقين في العصر. ومرة فايتينا، كيجي اليوم الطفل يهضر معاك بواحد الطريقة وانت كتهضري معاه بعصرك بزمانك بمعتقداتك. وهادشي كنهضر على التعليم، وراه حتى الام، راه حتى الام كاين الام اليوم اللي ما كتعرفش تكتب حتى في وورد، يعني دخل لواحد لو سيت ودير كنيتها ويكون عندها الكود ودخل ما كاين، ما كتعرفش،
ولادنا راهم تيطيروا دابا في الانستغرام وتيك توك وما عرفت السناب شات وما عرفت لينكدين وما عرفت، وفين كنتي وفين هما؟ هما راه فين هما؟ وصلوا انت باقي الله باقا في داك العصر ديالك، واليوم جالسه كتضربي ولدك، اليوم جالسه كتعايريه، اليوم جالسه باغي يطيعك، اش يطيعك هو تيجي يقول لك فيقي فيقي؟ راه داك الشيء اللي كنتي عليه ما بقى صالح اليوم، اذا سيري معاه، سيري قولي باش حنا نمشيو مع ولادنا باغي نرجعوهم هما اللي، ونقول لكم في الجينات في الدي ان في الطاقه في الهاله في المجال الكهرومغناطيسي ديالهم جايين الدراري واجدين لهاد العصر اللي حنا فيه، واجدين. غير كي تزاد الدري ديال عامين كتعطيه اليوتيوب كيعرف فين يدخل كيفاش يهضر وكيفاش يدير كل شيء، انت حياتك كامله عندك 40 عام، دابا تدخلي اليوتيوب تقلبي على شي حاجه تقدري. انا ما كنهضرش على اللي قاريه وواعيه ومثقفه وعندها ليسونس والدكتوراه وداك الشيء، لا، وباقي اللي والله العظيم اللي عندها الدكتوراه وقاريه وداك الشيء. وانا براسي كنجي في واحد اللحظه كنلقى ولدي فايتني في شي حوايج وبنتي فايتاني في شي حوايج، كتوريني شي حوايج انا ما عارفاهاش في المواقع الاجتماعيه ولا في الانترنت ولا حتى في الدروس، ولا حتى في الدروس، سبحان الله العظيم. شوفوا فين وصلنا، ولدي ديال 7 سنين تيهضر على الايدغو، ما عرفت شي حوايج ديال تحويل الطاقه، ما عرفت شنو، ما عرفت. البارح كان كيهضر ليا على الطين كي كيتحول، قبيله انا غدا معاه تيهضر ليا على الدروج اللي مصوبين بالميتاليك ها كيفاش كيتصوبوا. انا هادشي كله ما عنديش، منين جابوا هادشي؟ جايين واجدين، جايين ذكيين فايقين واجدين، تيقولوا لنا تبعونا. حنا المشكله ديالنا لا، حنا بغيناهم يرجعوا باللور، حنا بغيناهم يكونوا ساكتين وما كيهضروش ما تيبكيوش ما تيغوتوش، واللي عطيناهم ياكلوه يقولوا علينا اه، واللي عطيناهم يلبسوه يقولوا اه. لاحظوا واحد القضيه فوالا، وحده من المنورات تقول لي ديما كنطلب من ولادي يعاونوني في لا تكنولوجي، راه عيب والله عيب، حيت كنقول لكم حنا كنجيو في شي حوايج كنعايروهم ونقول لهم ما مربينش ما فهمتوا ما والو، وهما راه فايتين بزاف ديال الحوايج اليوم. اوكي دونك غنكمل معاكم. الو يا رب العالمين استغفرك. نعم والله العظيم، يعني الكون كيشهد منطقة من كيشهد مرحلة انتقالية، والكون كيشهدها الطاقة ديال في عصر الحوت ماشي هي الطاقة في عصر الدلو. اللي متبع هادشي هذا غيفهم بأن الأرض اليوم في عرس داخلة في واحد الطاقة جميلة جدا اللي من المقومات ديالها طاقة أنثوية. حنا كنا في طاقة ذكورية استعبادية ودابا داخلين في طاقة أنثوية، هادي إن شاء الله غنشرحها من بعد لأن غنكثر عليكم بزاف ديال المفاهيم. غير بغيت نقول لكم هاد الانتقال تيقول لينا فيقوا ونفضوا، نفضوا عليكم داكشي اللي كنتو هازينو قبل وكان كيحسب لكم مزيان، نفعكم ولا ما نفعكمش هذاك الوقت راه ما بقاش صالح لكم لهذا الوقت. معتقدات افكار مشاعر هادشي كله ما بقاش صالح لينا، ملي ما صالح لينا خصنا نحطوه صافي، نحطوه في الطريق باش نمشيو خفاف، لان الا ما مشيناش خفاف غنتعذبوا. ولادنا اليوم راه هما انعكاس لينا، مرايتنا باش يقولوا لنا هذا الشيء هذا، ولكن للاسف حنا مازال ما فهمناش، جايين بطريقه مختلفه. انا نعطيكم غير مثال، شحال هادي في الاسر لا اللي فيها بزاف اللي تزادوا فيها الدراري بزاف، ولا حتى الاسر اللي ما تزادوش فيها، الا واخا تزادوا فيها غير جوج ولا ثلاثه. قبل في الاسر شنو كان كيوقع؟ الام كتولد بزاف وديما الكبيره في البنات او الكبار في الدراري هما اللي تيعاونوا الصغار، هذاك الشيء اللي قدرت تولد بزاف. اما سينو ولا تبعاتهم بحال اللي تبعنا ولادنا ديال دابا، عندنا غير جوج واحدين فيهم ما غاديش نساليو. اذا ما كانتش كتعطيه هي من عندها الحب والحنان والرعايه والاهتمام وتقبال بوحدها، لا، كان ديما داك الاخ والاخت هما اللي تيقبلوا الصغار، وكانوا ساكتين، هزي خوك دير، رضعي خوك، بدلي خوك خروقه، صبني خوك حوايجه، نعسي خوك، ديريه في ظهرك خوك. ما كانتش البنت كتقول لا، كانت تابعه لامها. اليوم شوفوا غير ولادكم، الا كانت هي الفرق بيناتهم 3 سنين ولا 4 سنين، قولي لبنتك اجي عاونيني في خوك، غتقول لك ما انا اللي ولدت ولكن انت اللي ولدتي، انا علاش تقولي لي ندير شي حاجه ماشي ديالي؟ وفعلا راه عندها الحق. انا كنعقل ولدي تزاد هذه 7 سنين، كانت اختو عندها 7 سنين، يعني ملي ولدت انا الثاني كانت بنتي عندها 7 سنين، يعني قلت الحمد لله راه كبيره غتعاوني فيه غتوقف معايا فيه. من نهار من النوبه الاولى قلت لها انا قابطاه مكلي لي شي حاجه، قلت لها غير مكلي لي شي حاجه، قالت لي لا، قالت لي قبل ما تحطيه فوق الطبله جبدي داك الشيء عندك
وحطيه قدامك، وداك الساعات ما تطلبي مني حتى شي حاجه. عندها الحق ولا ما عندهاش؟ عندها الحق، عندها الحق. ماشي تنحت الدري فوق على داك اللونج داك الطبله، وعاد انا نبقى نفكر اشنو ناقصه، ناقصني بومادا، ناقصني ليكوج، حشاكم، ناقصني شي حاجه. لا، ماشي شغل ديالها هي، شغلي انا، لانني ولدت هذاك الدري ونقبله. ولكن شحال هادي اللي تزادوا في عائلات كبار غادي يعقلوا على هذا الشيء. كانت امك تقول لك سير غسل الماء، ما كنتيش تناقشي معاها. دابا قولوا لولادكم ديال 12 عام ولا 10 سنين سيري دي هذه، يقول لك على ما عندكش يديك. اولاد تيقاسه وتقولي لولدك جيبي لي كاس الماء، اول حاجه انا كنعقل ولدي باقي صغير قال لي ماما انا كنظن بان رجليك تيتمشاو ومراكيش زحافه ومراكيش معاقه، اذا ممكن انت تمشي تجيبي الماء. هذا راه ماشي سخط الوالدين، هذا راه بحال الصفعات لينا، لان داك الاستعباد اللي كانوا دايرين لينا والدينا وداك الطريقه باش كنا عايشين راها ما تصلحش لولادنا اليوم، لان ولادنا رافضين، رافضين الطريقه باش حنا عشناها، رافضين نهائيا الطريقه باش حنا عشناها. اذا ما غاديش يستسلموا لهاد البساله ديالنا حنا، سير جيب لي الماء، قبل خوك، دير هادي، غسل المعان، ما غاديش يستسلموا. جايين يعيشوا صراحه، جايين نعيشوا. ولا رجعتوا باللور، واللي غيسمع الفيديو ديالي وسوختو شي عائلات بيان سبيسيال، غادي تلقاو راسكم ما عشتوش الصراحه، ما عشتو والو، عشتو داكشي اللي فرضت عليكم امكم وباكم وخوتكم الكبار او لا عائلاتكم هما اللي عشتو. اذا ما عشتوش، ما عشتوش طفولتكم كما بغيتو، وقتكم كما بغيتو في الدار، تاكلوا اللي بغيتو، ديروا اللي بغيتو، لا ما عشتوش، ما عشتوش. ولادنا اليوم باغيين يعيشوا، باغيين يعيشوا وباغيين يعلمونا كيفاش حتى حنا نتعلموا نعيشوا، لا مع حماواتنا ولا مع مواتنا اليوم، اوكي، ولا مع رجالنا ولا معاهم هما. اذا هذا الشيء كله بغاو يتضرب في الزيرو، بغاونا نضربوه في الزيرو، ونحاولوا هذه المفاهيم كلها تزعزع تزعزع، باش داك الشيء اللي كنا كنديروه مغمضين عينينا وما كنتسائلوش علاش كنديروه، واش صالح لي ولا ما صالحيش، واش انا باغا نديرو ولا ما باغاش نديرو. اليوم ولادنا اليوم تيقولها لك، ولدك وبنتك تيقولها، تيقول لك ما بغيتش. علاش ما بغيتش؟ انا حر، ما بغيتش. وفعلا كتلقي بان عنده الحق صراحه. هي صيف غير حنا عيانين وعندنا مشاكل وعندنا تعب وعندنا الضغط ديال الوقت والضغط صديف، وكل واحد في مدينته وكل واحد في بلاده وكل واحد في خدامي وكل واحد عندنا هذا الضغط كامل. ولكن حيت حنا مضغوطين، حيت حنا عندنا الام ومعاناه وجروح وتعسفات، وحيت عندنا ضغط من الصغر، وحيت عندنا استعباد من الصغر، وحيت عندنا ظلم وعندنا تخلي ورفض وجروح وجروح وجروح، هذاك الشيء علاش ولادنا اليوم جايين تيديروا هكايا؟ هذاك الشيء علاش جايين ولادنا تيديروا بحال هكايا؟ حيت صافي كيقولوا لنا نوضوا غربلوا وفيقوا، راه هذا الشيء راه صافي ما بقاش صالح. هذا الشيء ما بق... الا باقيين باغيين تربيونا بحال اللي تربيتو نتوما، راكم غير كتنطحوا مع الحيط. وفعلا والله العظيم الا كاين شي امهات الا اليوم غير تيتنطحوا مع الحيط، سوختو سوختو ملي كيفوت الدري ولا الدري 10 سنين المراهقه، ما نقول لكمش الناس شنو عندهم من مشاكل، داك الشيء خطير بزاف. المراهقه المراهقين في الديور ديالنا اليوم عندهم، عندنا معاهم مشاكل بزاف. غادي نشوف واش كاين شي سؤال. فوالا، وحده من المنورات تاكد لي هذه القضيه، تتقول لي ولدها تيقول ليها علاش كتطلبي مني هذا الشيء، علاش انت ما قداش ديريه؟ فعلا فعلا، حيت حنا تنطلبوه منه اليوم وكنطلبوه بالامر، يا ربي غير عافاك الله يرضي عليك ولدي، سير جيب لي كاس الماء، الله يوقف معاك حبيبي نور عيني، لا سير جيب كاس الماء، ما غايجيب لك ويما الا شيرتي عليه في الصنداله ولا غوتي عليه ولا ما سينو. حنا ما كنطلبوش، حنا ما كنديروش اون دوموند. واحد القضيه في لا دوموند خاص يكون فيها نو ولا وي في الاجابه، هذه هي اون دوموند، ما فيهاش التعسف، ما فيهاش التسلط، ما فيهاش التحكم، وما فيهاش الاستعباد. اون دوموند محيد من هذا الشيء كامل، هي اون دوموند، عافاك تجيب لي الماء ولا لا؟ لا، حيت حنا خصنا نكونوا على استعداد نتلقاو اه ولا لا. وملي يقولوا لنا لا ما خصناش نغضبوا، لان هذيك هي لا دوموند، الطلب هكا كيكون، الطلب ما خصكيش تغضبي الا قال لك لا بيرسون لا. ولكن حنا لا، حنا ما كنطلبوش، حنا كنتامروا كنتسلطوا كنتحكموا. حيت علاش؟ حيت المعتقدات القدام، وحيت فين تربينا سيتي لا ميم شوز، سيتي التسلط، سيتي التحكم، سيتي ديري الحاجه بزز منك، ما كاينش عندك حتى الراي، ما عندك حتى تقولي اه ولا لا، عيانه فيك لا غير الحشاك، مريضه لا، ما كاينش ما كاينش ما كاينش ما كاينش. ما كياخدوش هذوك العائلات بعين الاعتبار، ما كناش هادشي هكا، ما كناش كان طبقي سدينا صافي، سينو سخط
سينو ربي غيغضب عليك، سينو رضا الوالدين ورضا الله مع رضا الوالدين. ديك الايه فهموها كومبليتوم غلط وشدوا كلشي وش قلبوه. ربي عمره ما غادي يخليك كأم ولا بنت، دابا انت نرجعوا ليبوك الاخر، واخا العصر الاخر، عمر ربي انت شي حاجه ما مرتاحش فيها ومع والدين مرهم راه كيرحموا ولا تيعرفوا بحقك ولا محنين فيك ولا حنين فيك ولا والو، غير كيما هما تعلموك يعلموك فيه. واش هادو ربي خيسخط عليك حيت انت ما غاديش تطيعيهم، واصلا انت مع والدين ما معترفينش بيك، ما دايرين لكش بلاصتك، ما عاطينكش الحنان، ما عاطينكش العطف. جاب رضا الوالدين من رضا الله، علاش كتحطوا رضا الوالدين في رضا الله؟ واخا كاينه الايه، ولكن للاسف الايه ما لا مال انتربريتاسيون ديال الايات وداكشي خلونا عايشين في واحد المجتمع اللي مهم كان خاصنا نعيشوا فيه، كان داك العصر ديال الحوت كان خاصنا نعيشوا بهذه الطريقه. واليوم اللي ما فاقش صراحه غيتعذب بزاف، لان طاقه الارض كتعلى، وهذا الشيء اللي حنا غاديين فيه مع اولادنا جايين يوريونا دروس ويعلمونا، ما جايينش حنا نعلموهم. وهذا اول معتقد خاصو يتنسف بالنسبه لي تربيه الطفل. انا ما كنحملش هذا السؤال، هذا المصطلح ما عنديش معاه، وما عمري ما نخلي شي حد او انا ندير دورات التربيه ديال الطفل، او كيف تربي طفلك، او لا تربي طفلك، او لا تربيه الطفل. تربيه معنيتها انك انت اكثر منه وهو اقل منك وانت غتعلميه. ولادنا جايين معلمين، ولادنا جايين معلمين بواحد الطريقه اللي عندهم استعداد يمشيو معاها الطاقه اللي غدا اليوم في الارض. انت اللي ما عندكش استعداد، انت ما عندكش، وانت ما عندكش استعداد تمشي في الطاقه اللي غدا اليوم، صافا تخو فيت، هادشي غادي تيتسرع. هما جايين في السرعه هذا، انت اللي باقي ليها شاد الدابه وشاد الجمال وجاي بيه على خاطرك، ولا شاد حاجه كنت سي با اينا دابه شاده وبشويه عليك. هذا هو المشكله اللي واقعه، جايين شادين داك الطريق. هما اللي كيجرونا معاهم باش نطلعوا نقضوا الصاروخ، لكن لا احنا باغيين نردوهم للقديم، باغي نردوهم للقديم، للاسف باغي نردوهم للقديم. اذا اليوم ماشي جيت نقول لكم انا كنعاود نرجع على واحد الكلمه، تربيه الطفل انا ضدها، انا مرافقه اطفال، حيت اصلا ماشي ملكنا الاطفال ديالنا، جاو عن طريق الرحم ديال الكون، كنقولوا الرحم ديال الارض والكون، ودازوا فاتوا عن طريق الرحم ديالنا كامهات باش يخرجوا الوجود، باش حنا يعطيونا رسائل. اذا ما تنمتلكوهمش، راه ماشي ملكنا نديرو بهم اللي بغينا، نكبروهم كيما بغينا، نسيطروا عليهم كيما بغينا، نتحكموا فيهم كيما بغينا، نقلبوا لهم على المشاكل ديالهم، الدراسه ديالهم حنا نفرضوها عليهم، نقول لهم دوزوا ها ديروا هاد الشعبه ماشي هاد الشعبه، ملي يجيو يتزوجوا نفرضوا عليهم ديروا خذوا هاد الراجل وهاد الراجل، لا ملي يجيو يولدوا نعلمهم كيفاش يربيو ولادهم. ماشي هادشي، ماشي هادشي على الزينه اصلا، وماشي هادشي كاع ولادنا على الجهه. اذا حنايا راه فاهمين كلشي بالمقلوب اليوم، علاش؟ حيت هكا تعلمنا قبل، وكيحسبنا الا تبعنا هاد الطريقه راه غنفلحوا، ولكن لا، كنقول لكم وكنعاود، معاناه اللي ولد طفل وكيتسنى يربيه غيتربى هو الاول، عاد غيتربى الدري. اقسم بالله الا غير هذا غيولي له هنا، وهو غيمشي عند البسيكولوج من بلاصه اللي دي ولدك عند البسيكولوج، خاصك انت اللي تمشي عند البسيكولوج، انت اللي تمشي عند البسيكولوج، لان المشكله كاينه فيك انت ماشي فيه هو، انت اللي ما قادراش تفهمي وتستوعبي علاش جاو الدراري عندك. راه ماشي حيت بغيتي تولدي جاوك، لا احقا بغيت نحمل انا طلع معايا الشعور والاحساس والبليزير ديال الامومه وجبت الدراري، لا لا لا، الكون كبر من هاد الشيء هذا، ولعبه الكون ولعبه الله اللي هي هاد الطريقه باش حنا عايشين وهاد التجارب باش حنا عايشين اكبر من هاد الشيء هذا اللي حنا تعودنا عليه. انا تمنيت وتشهيت ولد جاني، وعلاش هذوك اللي كتمنى وتشه ما جاهاش؟ يلا علاش اخرى عقيمه؟ علاش اخرى كتزاد ويموتوا لهاد الدراري؟ اذا اللعبه اكبر من هاد الشيء هذا، وما تبقاوش تقولوا المكتب ربي كتب لها انها ما تجيبش الدراري، اللعبه اكبر من هادشي هذا. وكنشرحوا في دورات ديال الانجاب، وكنشرحوا في دورات العقل ودورات تألقي مع طفلك الداخلي، هادو كلهم كنشرحهم، كنشرح العمق ديال هاد الاسئله اللي ما عطاوناش الاجوبه ديالهم ملي كنا صغار. علاش؟ حيت كانوا ديما كيقولوا لنا ربي كتب، قضاء وقدر، هادشي اللي بغى ربي، او يقولوا لك حق العين، الثقاف، السحور، الجن، الجن العاشق، ما خلاو ما قالوا، هادشي كله ما كاين حتى حاجه منه، كاين حتى حاجه منه، حنا اللي كنديروا هادشي. غير علاش انا شرحها في دورات اخرى. اوكي الو، غنشوف واش كاين شي سؤال اخر وغنكمل.
الحمد لله حنايا اون ريوسي ليديكاسيون نو زونفون افيك تو نو برانسيب ا تو لي برانسيب كل برانسيب اون ريوسي با اون ايديكاسيون ما كننجحوش تربية الطفل، لا ما جايينش ننجحوا نكونوا امهات ناجحات، ماشي هذا هو الهدف. ولا مشيتي حساب لك راسك كتنجحي الطفل ديالك، راكي راه بلاتي تسني وتشوفي العربون كي كنقولوا حنايا. لا ما جيناش باش ننجحوا، ما جيناش باش نكونوا امهات بارفي كاملات، وما جيناش باش نفرضوا عليهم ونربيوهم بالتربيه اللي انا باغاو كيما انا باغاو كيما انا باغا ندير على ولادي. وما جاياش نقول لهم سيروا تعلموا العربيه ولادنا، شوفوا اليوم انتم اللي في الخارج مثلا، كاع الامهات اللي في الخارج ولادكم كي ملي كديوهم يبغيو يتعلموا العربيه كيبغيو، لا ما تيبغيوش. ملي كتقول لهم نديوكم تعلموا القران كيبغيو، كيمشيو بزز وكيبكيو كل سبت وحد، نتوما كتعذبوا معاهم وهكا بالدموع وبالضرب وبالمعيور وبالسبان، حيت ما راهمش في داكشي ديالكم. غتقولوا لي احقر هذا الدين ديالنا خصنا نحافظوا عليه، نحافظوا عليه ولكن بطريقه الحب ماشي بطريقه ديال التسلط. وحنا ماشي في حب في المعامله مع اطفال ديالنا، ماشي في حب نهائيا. حنايا الحب تيكون لا شروط فيه، لا شروط، يعني كنبغي الطفل كما هو كما هو كما هو، ماشي كنبغي حيت. الا كنتي كتبغي حيت كيسمع ليك، حيت كيمشي يقرا العربيه، حيت كينجح، حيت كيجيب مزيان، حيت كيتهلا في خوتو، حيت كيتعامل معاك مزيان، اذا هذا حب شروط. لا عاد تيتم تعلق وتسلط، اذا ما رحناش في الحب نهائيا. وتنوصلوا للحب عاد نقدروا نحطوا عليهم شي حوايج، وهذوك المبادئ وداك القيم اللي انت عندك راه ماشي هما القيم ديال ولادك. هنا خصك تفهميها ديجا، ماشي هما القيم ديال الزوج ديالك، لانك انتيا وياه واخا تكوني خديتيه من نفس الديانه ومن نفس اللغه ومن نفس البلد، ما غاديش تكونوا نهائيا لا على نفس القيم ولا مبادئ ولا حتى شي حاجه بيناتكم. معساك ولادك اللي جايين في هذا الوقت هذا وفي هذا الطريق هذا وفي هذا العصر هذا، اللي اصلا ما راهمش نهائيا على القيم ديالك والمبادئ ديالك. وهذا هي اول ماشي هذا من الصدمات الاولانيين اللي كيجيو الوالدين، هو ان اولادنا ما باغينش تقاليدنا، ما باغينش عاداتنا، ما باغينش قيمنا، ما باغينش الطريقه باش حنا باغيين نربيوها عليه. لا خصك تعلم العربيه حيت باش تقرا القران مزيان. لي كونفيرتي هذوك اللي كيدخلوا الدين الاسلامي معطلين، كانت خاصهم اللغه العربيه باش ولاو احسن منا في الايمان؟ لا، وهذوك اللي كونفيرتي احسن منا، حنا عارفين هما عارفين ربي احسن منا حنا. باكستان، افغانستان، ايران، عندهم البيرس كيهضروا، ما عندهمش كاع اللغه العربيه، الترك ما عندهمش اللغه العربيه. اذا هذاك المعتقد اللي تيقول خصك اللغه العربيه باش ولدك يولي مسلم ويولي كيطبق الديانه ديالو، ما كايناش، راه معتقد. اذا اليوم ولادنا جايين يهرسوا لينا ويدقدقوا لينا وينسفوا لينا المعتقدات اللي حنا هازينهم عليهم واللي حنا باغيين نربيهم عليهم، باش يقولوا لنا غير حاولوا تفكروا مختلف، يعني حاولوا تفكروا ديفيرون، غير لعل وعسى تزعزعوا شويه غير داكشي اللي كان معطي لكم. حيت حنا خدينا واحد الحوايج وحطيناهم بحال مسلمات، بحال حقائق، بحال امر رباني، ولكن داكشي راه هازين، راه بشر اللي جابوا لكم. اذا من حقكم تطعنوا فيهم، من حقكم تحلوا تناقشوا، من حقكم تشوفوا الحاجه اللي تصلح لكم والحاجه اللي ما تصلحش لكم. هادشي اللي جايين ولادنا يديروه. اذا اليوم انا كأم وعندي جوج وليدات ديال 7 سنين و13، ماجيش نقول لكم ما تربيوش ولادكم، نساوهم، لحوم عليكم، خليهم يديروا اللي يبغاو، خليهم يفعلوا، مش هادشي اللي جايه نقول نهائيا. باش ماشي تسمعوا ما الولد تقول هادي راه بغات غير تفسدنا ولادنا وتخرجوا من الطريق، لا ابدا ابدا ابدا، ماشي هادشي. هذا غير نفسر لكم شنو واقع لينا اليوم مع ولادنا، وباننا اليوم ما خصناش نتعاملوا مع ولادنا بنفس الطريقه اللي كنا متخيلين اننا نقدروا نتعاملوا بها، لان هادشي كله غادي تضرب لنا في الزر. وغنعانيو مزيان، وانا تيعجبوني هذوك الناس اللي كيقول لك لا انا ربيت ولدي مزيان. وي وبلاتي نتسناو انا وياك تزيد شي شويه وتشوفي العربون ديال ربيت ولدي مزيان. لان الا غتربي ولدك على الولد الذكر، يعني الراجل ولد يعني جنس ذكر، غتربيه على الذكوره الانوثه، ما يدير والو، ما يفعل والو، اخته هي اللي دير، ديما تفرزي ما بين ولادك. اين التربيه؟ هادشي اللي حنا كنديرو. ولادنا اليوم ما باغيينش كاع هادشي، هذا كاع داكشي حنا اللي كبرنا فيه ما باغينوش ولادنا، ما باغينوش. وكاين اللي فينا دابا عند 40 عام و50 عام وباقا عايشه مع امها وباها الا باقي حيين، بنفس الطريقه ديال الاستعباد والتسلط اللي كنا فيه. علاش؟ خايفين من السخط ديال رب العالمين. اذا والدليل شوفي غير اليوم ولدك الا كان عندك وكانت عندك امك وباك عايشين، كتقولي لولدك سير بوس يدي لجداتك، اول حاجه تيقول لك علاش غنبوس؟ شنو تربيه؟ دين؟ الدين قال لك خصك تبوس اليدين ديال امك وباك ديال جدك؟
انت كتنوضي تضربيه باش كتقولي له حشومه عيب هادي جداتك سير بوس لها يدين. ما بغيش يبوس لي يدين حيت انتي قالوا لك خصك تبوسي لي يدين، هذيك هي الطريقه ديال الطاعه. مي هو ما بغيش يبوس لي يدين، هو بغي يعنق يلعب يبوس يبوس كيما بغا بطريقته، مي ماشي نبوس لي يدين بوس له راسه. انتي قالوا لك انتي فرضوا عليك بوس الراس بوس الرجلين بوس اليدين، سكوت ما تهدرش ما تهزش عينك في الاخر. مي ولادنا ما باغيينش هاد الشيء هذا. كنكونوا مع ولادنا غاديين وكيجيو صحابكم وكتقولي لولدك دي بونجور قولو قولو السلام عليكم، غادي تقولوا لي هذه تربيه؟ ما تنقول لكمش السلام عليكم راه ماشي تربيه ولا دي بونجور ماشي تربيه، نو طريقه طاقه باش كنتعاملوا بيها. دي بونجور حشومه انا ماشي هادشي اللي ربيتك عليه، كنهضر على الطريقه باش حنا قبطنا الحاجه وجايين نفرضوها على ولادنا، هذه هي اللي كنهضر عليها. راه كاين شي حوايج في التربيه ديالنا زوينين بزاف وخاصنا نحافظوا عليهم كقيم ومبادئ ودين وكل شيء، ولكن الطاقه والشعور والافكار والمعتقدات اللي حنا خدينا وجايين نربي بهم الدراري، هادشي اللي انا كنسف فيه اليوم وهادشي اللي تنقول لكم خاص بنادم مش شويه يفكر باش يعرف يتعامل مع هادشي هذا. لان كما قلت لكم غنطلقوا مع حد غنبقاو غاديين حتى غنعانيو غنعانيو. وشحال من اسره اليوم الراجل كيعاير المراه على التربيه ديالها، لان الدراري ما بقاوش كنقولوا حنا ما بقاوش كيحشموا ما بقاوش مرضيين ما بقاوش كيطيعوا. مي وين راه جايين يقولوا لك انت حبسي داكشي راه ماشي انا اللي خصني نحبس، راه جايين يقولوا لك تعاملي معايا بطريقه اخرى فكري. وواحد القضيه كانوا كيتعاملوا معانا مباوتنا وبواتنا بنفس الطريقه مع الاولاد كاملين. اليوم لاحظي اللي عندها جوج وثلاثه د الاولاد، هذا في شكل في شكل فريمون وهذه في شكل وهذا في شكل اخر. اذا خاصك انت تكوني ذكيه بزاف وتكوني عندك يعني ماشي داكشي اللي قبطتيه تزي وتديري على داك الثلاثه ما يمكنش. وخلاص في القسم ما نقول لكمش المعلمين والمعلمات جايين على داكشي اللي عندهم في راسهم غيحطوا على 40 تلميذ، سا سباس با كوم سا. هادشي اللي باغيين الدراري ديالنا يقولوه لينا، داكشي اللي تعودتي عليه واللي تعلمتوه نتوما واللي خديتوه كمسلمات وحقائق وامنتوا به واعتقدتوا به بان هذاك هو الدين السليم او المعتقد السليم او الثقافه السليمه، اليوم ولادنا كيجيو ينسفوها لينا نهائيا. يعني فريمون كينسفو لكم كلشي. اللي حساب لها راسها نجحات في التربيه ديال ولادها وداكشي اللي تعلمات وجات طبقاتو، كنقولها تسني، تنقولها غير تسني وصبري انت غتشوفي من هنا 10 سنين شوفي ولادك كي غيكون. يا اما غيخليوها على عيالاتهم اللي غادي يدخلوا معاهم، لان الا كانوا رجال غادي يتزوجوا بنات الناس شوفوا الطريقه باش غيتعامل مع مرتو. يا اما الا كانت بنتك شوفي الطريقه باش راجلها غيتعامل معاها من بعد، حيت هادشي كله كيأثر على التربيه من بعد والزواج من بعد وكيفاش هي غتكبر وتربى وتعلم ودير داكشي. هانتوما غتشوفوا، لان داكشي ما يصلحش، ما بقاش هادشي يصلح نهائيا. اذا حنا جايين بواحد المبدا باننا جبنا الدراري غنربيهم وغنقودوهم، وهذا الشيء علاش اغلبيه النساء الرجال قليل فيهم ولكن النساء يعني العيالات حاسين بواحد الثقل في التربيه ديال الدراري، حاسين بحال اللي هازدين على على ظهرهم شي حاجه ثقيله ديال خاص ولادي ينجحوا خاص ولادي يترباو خاص ولادي يحفظوا خاص ولادي يصليو خاص ولادي يكونوا كيهضروا مع الناس زوين خاص ولادي. علاش عرفتوا علاش؟ راه ماشي حيت هي باغاهم يكونوا زوينين، لا المظاهر والمجتمعات، حيت عندنا واحد الجروح حنايا في المجتمعات المغربيه سميتها جرحه العار لا اونت. انا ما راضياش بالناس يقولوا عليا ولو عجوزتي ولو امي ولو اختي تقول عليا ما ربيتيش ولادك، حتى راجلي يجي يقول لي ما عرفتيش تربي ولادك. اذا داك الجرحه ديال العار كنشرحها بزاف في دوره ديال تالقي مع طفلك الداخلي، هي اللي مسيطره علينا في تربيتنا مع الدراري ديالنا ومخليانا ما كنربيوش الدراري ديالنا بواحد الشفافيه وبواحد الوضوح وبواحد العقل وبواحد القلب. لا احنا غير في لوتوماتيزاسيون، داكشي اوتوماتيكي تعلمتي خصك تطبقي تعلمتي خصك تطبقي، ما كتفكريش بان داكشي اللي تعلمتي فيه شنو تغربلي فيه تحيدي وشنو الحوايج اللي تزيدي تعلميهم.
وداكشي علاش كنقول لكم دورات ديال تربية الطفل انا ضدها نهائيا، حيت كيعلموك كيفاش تزيدي تكوني متسلطة وتزيدي تكوني في الحكم والتحكم وتزيدي تكوني انك انت اكثر من ولدك. اذا جاي تعلمي حيت مشيتي تعلمتي في الدورات ديال التربية وجاي تزيدي تعلمي، اقسم بالله اي وحدة دخلت لدورات ديال التربية ديال الطفل ما كتعرف تطبق ولا 1% من داكشي اللي تعلماته، حيت اصلا ما كاينش حاجه سميتها تربيه الطفل، سميتها مرافقه روح في تجربتك الارضيه، هما مجرد ارواح عقدتي معاهم عقود روحيه، وهادشي كنشرحو بزاف في دورات اخرى. هادوك النوعيات العقود اشنو فيهم؟ على حساب شنو فيهم هادوك الدراري غيتعاملوا معاك. هداكشي علاش كاينين بعد النوبات كاين واحد بنيته مهدنا زوينه، وكاين ولد صعيب خرج فيا طول وعرض، وكاين الاخر ما بيناتهم، حيت كل واحد والعقد الروحي ديالو كيفاش مختلف. اذا ماشي كيستيون ديال والو، جينا بمعتقدات انا غنولد الدراري غنتزوج غنولد غنربي وغنبقى تابعاهم، قرا دير فعل، عندك تخرج للطريق، عندك تكمل. شحال من حدا ولدها كيكمل الحشيش وبغات ما عرفت شنو دير له ما قدرتش عليه، انت ما عرفت فين وصل معاها. شحال من حدا بالبنات ديالها بغات تبقى قاده في الطريق وخرجت على الطريق، حيت ما كايناش شي حاجه اليوم سميتها التربيه. سدينا داكشي اللي تربيناه قبل ما كاينش اليوم، وهادشي راه هادشي اللي كنقول اليوم راه غيصدم بزاف اللي كيسمعني، راه انا متاكده من صدمات، ماشي زعما صدمات، لان راه ناس معتقدات. حنا جايين بواحد المعتقد كبير سميتو غنتزوج غنولد غنقبل ولادي، وخاصة هذيك اللي خلي حياتها كلها على التربية ديال الأطفال، يعني ما عندها مشاريع، ما عندها للوازيغ وشغف في الحياة، ما عندها اون باسيون، يعني شي حاجة ديال اللي ديرها. لا، من نهار اللي خدات الراجل وتزوجات وولدات وهي غير معاهم، وكتسنى امتى هذا ينجح ويوصل لباك ويدير الجامعة ويتزوج، وكتسنى هذه امتى تجيب لها الحفايد. هذه كارثة، هذه المرأة هذه مسكينة لحسن عوانها، يعني اللي جالسة مقبلة غير ولادها وما مقبلة والو. ناري هذه عندها تعلق وديزاتونت، يعني توقعات من الأطفال ديالها، وحياتها كلها ولادي ينجحوا. ايوا، ولا ولادك ما نجحوش، ولا نجحوا خلاوك وزادوا، ولا نجحوا بهذيك الطريقة اللي هما باغيين ماشي انت اللي انت باغا، ها شنو غديري في حياتك؟ كاينين بعد العيالات جالسين مجبرين ولادهم، مجبرينهم بحال اللي حياتهم مساواها، هي نسات راسها، نسات حياتها، نسات مستقبلها، نسات التطلعات ديالها، نسات الاهداف ديالها، نسات الاحلام ديالها، نسات كل شيء. داكشي بعدا قاعد يعطوا في الصغر مع والديها، ودابا جايه تطبقوا على ولادها. الولاد اليوم ديري اللي بغيتي، بغاو يكملوا قرايتهم غيكملوها، ما بغاوش والله لا كملوها، تما بقيتو واخا ما شنو ديروا لهم، بغاو يتزوجوا راه غيتزوجوا، ما بغاوش يتزوجوا والله لا تزوجوا، ماشي بحال قبل ما بغيتيش تزوجي غنجوجك بزز منك، وباك غيضربك وخو عمك غيضربك وخالك غيضربك وغادي نوريوك وغتزوجي داك اللي بغينا حنايا. هادشي قبل دابا ما بقاش، هادشي دابا ما بقاش نهائيا، هادشي سالينا، ماشي خروج للطريق وحرام وهادشي لا حول ولا قوة. لا، حنا عايشين في زمان اخر، حنا عايشين في وقت اخر، عايشين في طريقة اخرى، طاقة اخرى ديال الكون، الله خلق شي حاجة اخرى من 2000 وزيادة، وحنا من 2012 وحنا في حوايج اخرين، من الناس ما واعيينش، الناس باقيين كيجريو صحاب روحهم بحال اللي عايشين قبل. مي وين راه الحقائق الصادمة؟ شي وحدة انا كتقولي حقائق صادمة، بيان سور حقائق صادمة، حيت عندنا مجموعة معتقدات وهذوك المعتقدات جايين نطبقوهم. مي راه غنتصدموا، وراه شحال من مرأة اليوم في حياتها لقات بأن داكشي اللي جاية عليه ماشي هو هذاك، وفعلا ماشي هو هذاك. ماشي هو هذاك، والفوضى نايضة، والدباز ما بين الرجل والمرأة، والراجل الرجال أكثرية مخليين التربية للولاد، لأنهم أصلا في الأول كانوا مخلينها على حساب عصر الحوت، الراجل ما كانش كيربي المرأة، هي اللي كانت كتربي وتضرب وتعاود، وهي اللي كتعلم شغل الدار، وهي اللي كتعلم كل شيء. مي دابا كفس، دابا اصلا الرجال كلهم هزوا يديهم من التربيه، لان الولاد صحاب صحاب بزاف صحاب. الدري عنده ميم با 4 سنين 5 سنين كيجي يقول شي حوايج لباه كيصدمو، وبما ان ما تعلمناش وما قريناش وما كنقراوش وما كنتعلموش، ملي يجي يقول لك هكا ما كيرضاش للرب. ايوا شنو اول حاجه غيدور في المراه؟ ما ربيتيش، شوفي تربيتك، شوفي الولد كي كيتعامل معايا وتربيتك، هي مسكينه راه ما ربات ما ولا دوك راه طالعين هاوك.
هادوك عارفين الحقائق هاكاك، يعني ماشي ولا بدلهم اللي ربات او لا سمع لهم كتقول له هذيك الطريقه باش هو يتعامل مع باه، لا هادوك طلعوا هاكاك، طلعوا جايين في الجينات في لا دي ان، راه في هذاك شو يقولوا لهذاك يا رب العالمين هادوك لي لا دي ان، لا دي ان ديال الخليه، نواه الخليه، داكشي الطاقه اللي دايره بيها هكاك الدراري طالعين، طالعين هكاك، لان هما رسل في واحد الزمان اللي ما فيهش رسل. اذا حنا جوج الحوايج، يا يا حاجه غنتعلموا ونفهموا بانهم هما انعكاس لينا وحنا دمرنا حياتنا قبل، وشي حوايج تفرضوا علينا وتستبدوا، يعني كاين استبداد، كاين عدم حق، كاين بزاف الحوايج، وهرسنا قوانين كونيه بحال قانون الاختيار، قانون ديال التوازن، هرسنا قوانين قبل. اليوم حنايا كنعانيو من المعاناه ديالنا، الالام، الصدمات، الكدامات، داكشي كاع اللي عشناه اليوم راه باين في حياتنا، راه بزاف الحوايج راه اليوم ما منظفينش، باقيين حنا تقال. يا اما نفهموا هاد القضيه، يا اما غنعيشوا عيشه ديال الدل، ديال الويل مع هاد الدراري هادو، وما غنساليوش، ما غنساليوش، لان ما بغيناش نفهمه. ونقول لكم واحد القضيه، مشاكل ديال المراهقه، خلينا على المشاكل ديال الناس اللي قل، مشاكل المراهقه كلها جايه من الاباء والامهات، ماشي من الدراري نهائيا نهائيا. الا فهمها الراجل والمراه يعني غتحلهم اكثر من 99% ديال المشاكل ديالهم، ولكن للاسف لا، حنا ملي ما كنفهموش ولادنا كندخلو معاهم في عنف، غوات، مضاربه، عقاب، لوم، نحطموهم، نطيحو بهذا لي زاسيدامين، لا كنهضر على داك هادوك سلوكه ما عرفت كاع شنو سميتهم، لا بالعربيه لا فرونسي، كلشي مشى ليا. لي زيليس، فوالا لي زيليس دار دي ان ودا ان، لي زيليس هذوك اللي كيكونوا دايرين وفيهم الجينات، الجينات ماشي الوراثه ولكن جينات طاقيه، كنهضروا عليها طاقيه في علم الابي جينيتيك وفي علم الكوانتيك، يعني لا سيونس دو كوانتيك ولا سيونس ابي جينيتيك، كنتعلموا بان في الطاقه ديال الجينات، الجينات مختلفه، اولادنا جايين بجينات وصفات وراثيه مختلفه، مجدهم الله سبحانه وتعالى على ود وليداتنا باش يعاونونا نمشيو مع السرعه اللي غادي بها الكون، يا نتبعوهم يا غنجيبوها في راسنا. هادشي اللي نقدر نقول لكم، ما نتبعوهمش في الدساره، سي با سا، ولادنا ما داصرينش، ولادنا ماشي قباح، ولادنا ماشي شياطن، ولادنا ماشي جنون، لا، ما حدكم كتقولوا هذه الكلمات، وهذه الكلمات غتعيشوهم، غتعيشوا مع ولد كيهبط المعلقين من السما، غتعيشوا مع ولاد جنون، غتعيشوا، ما حدكم كتقولوا ولادي ما مربينش، ولادي جنون، ولادي هذا، غتعيشوه، لان اللي اعتقدتيه واللي قلتيه واللي غتشوفيه. ولكن باش نفيق بان انا ولدي غنرافقه، غنرافقه يعني انا وياه بحال بحال، انا عندي تجارب وهز معايا شي حوايج، هو عنده تجارب وهز معايا شي حاجه من حيوات اخرى، من عهود اخرى، من تنظيم الهي محكم، اذا انا وياه غاديين في طريق وحده، نعطيه يعطيني، نعطيه يعطيني، وفي الطريق غاديين، انا عايشه حياتي، اهدافي واحلامي وشغفي، وهو نخليه على خاطرو يعيش اهدافه وشغفه وانا واقفه معاه. اذا ولادنا فاش كيحتاجونا اكثر في هذه المرافقه؟ كيحتاجونا في الحب لا مشروط، قلتها وعاودت، شنو هي الحب لا مشروط؟ اننا نقبل الجسم ديالو كما هو، يعني لا تزاد معاق، لا تزاد قصير، لا تزاد طويل، لا تزاد غليظ، لا ما نبقاش غير جالسه وكنعات فيه وكنحشيلو الهضره، اوكي، لا نقبلو كما هو، لان هذه تجربته، هذا هو الحب لا مشروط. الحب لا مشروط هو بغى شي حاجه يديرها في مستقبله ونخليه، بغى قرايته يديرها نخليه، واخا انا عارفه بان داكشي، ولكن انت ما يصلح ليكش في معتقدك بان داكشي ما يصلح، لا دير هاد الشعبه، لا هاد الشعبه ما بقاتش صالحه اليوم، وهو باغيها يمكن ينجح فيها الا كانت الشغف ديالو ينجح، ولا ما نجحش ماشي مشكل، يدوا اسومي، غادي يتحمل المسؤوليه ديال الاختيارات ديالو، وهادو ما هادو ما خصنا نخليو الاطفال يتحملوا الاختيارات ديالهم على اكثر حاجه ممكن. حنا راه ما كناش كيخليونا حتى نغلطوا باش ما نغلطوش، وما نغلطوش باش ما نتحملوش المسؤوليه ديالنا، اذا ما كانوش كيخليونا نغلطوا، علاش؟ حيت كتبعي داكشي اللي قالوا لك، لا اليوم، لا لا اليوم حنايا هذا دوك المرافقه هي، انا كنرافقك في الحياه التجربه ديالك، انت جيتي عندي غتعطيني بزاف، وانا كمم على حساب قصتي، على حساب تجاربي، على حساب حيواتي، حتى انا غنعطيك، اذا كنبقاو غاديين معاهم، اذا محتاجين الحب، هذا هو اللي اوبليجي، الحاجه اللي مفروض انت تعطيها وانت جايه تعطيها، الحب، تحبيه شخصيا كروح ماشي كجسم مادي او لا شي حاجه كتسني منها شي حاجه، لا شحال من وحده تقول لي كنتسنى ولادي غير ينجحوا باش يصرفوا عليا، ناري كارثه هذه، يعني انت ضربتي مستقبلك في كل شيء، وضربتي كل شيء في هذا، وكتسني ولدك يصرف عليك، يعني كتقولي
رب العالمين انني ملي غنكبر غنكون مريضه وغنكون معاجزه والكونت بونكير ديالي خاوي. اوف، شوفوا التوقعات ديالك، حيت كتسني ولادك يصرفوا عليك. علاش اختي؟ ممكن ان اللي سميتو الغني، اللي سميتو ذو الفضل، يعمرك الكونت ديالك ويخلي لك صحتك وما تتكليش كاع على ولادك، وتخلي ولادك عايشين حياتهم عاديه بلا ما يعطيوك، بلا ما تعطيهم. تقدري انت تعطيهم اذا كان عندك بزاف، ماشي مشكل، هما يعطيوك كادوياس كهدايا وداكشي حيت عندهم الفائض، ولكن ماشي تكوني في الاحتياج والنقص. دبدبات الاحتياج والنقص منين كبر كيصرفوا عليا. ناري سكواسا سكواسا. دابا اليوم فينا اللي عندها 40 عام 50 عام عايشه في الخارج ومقجوجه حيت والديها خصها تصيفط لهم الفلوس، حيت هادوك الامهات والاباء ملي كانوا صغار كان كنقولوا كنوجدهم باش ملي كبروا يصرفوا عليا، وانت ملي كبرتي تحط عليك الاستعباد ورضا الوالدين، وانا ما صيفط لهمش الفلوس غادي يسخطوا عليا، وبقينا غاديين في بقينا غاديين في هذا الموال هذا. اذا الحب اوكي، خاص الحب اوبليجي، لا مشروط، كيما كان ولدك غتقبليه. اوتيست، ديسلكسيك، عاهه، ما كيسمعش، ما كيشوفش، شعرك حرش، بيض كحل، ولدك هذاك ولد جاء اترافيغ توا، يعني عبر منك وجاي باش يتعلم دروس، انت تعلمي منه دروس. اذا خاصني نتقبلو كما هو ونحبو كما هو. خاص الامان والامن الدراري ديالنا، اوني اوبليجي، يعني من بين الحوايج اللي خاصنا نعطيوهم لهم هو نحافظوا عليهم ونحميوهم من اي واحد بغي يضرهم بغي يأذيهم، ولكن الحمايه كتكون عند الحدود، لان كما كانت الحال تجربتهم اقوى. الا شي واحد غيضربهم ولا غيتعدى عليهم راه غيضربهم، حميتي عليهم ولا ما حميتيش عليهم، اللي هما اختيارهم في تجربتهم راه غيديروا غيديروا، ولكن حنا نديروا ما في اقصى وسعنا. بحالاش؟ بحال دابا مثلا ما غنخليش ولدك يلعب بالعافيه، وانا غنعرفوا بان العافيه غتقدر تدمره، لا، نبقى حداه ونعلمه ونشوفوا كيفاش غيدير. الا تحرق النوبه الاولى غندير له الدواء ونبقى غدا معاه، مي كنعلمو اوكي، يعني كنقول له كنحضر كنذكر الروح ديالو بشنو دير العافيه، لان هو نساها من جافة التجربه نساها. الامن والامان والحمايه والحب، شي حاجه اخرى ما كايناش، شي حاجه اخرى ما كايناش. هذاك الشيء ديال الماكله والشرب وتلبسيه وديه المدرسه، هذاك الشيء عادي، هذاك الشيء راه غير وسائل في التجربه ديالنا الارضيه. انا كنهضر على مشاعر، يعني كيفاش ممكن تربي ولادك، اما باش تحكمي فيه وتسلطي عليه وتربيه بكانتك وديري حيت انت خايفه من باش يقول عليك وحماتك اش غتقول عليك والمجتمع اش غيقول عليك، ما غنساليوش ما غنساليوش اوكي. الو لا، ما كنعلموش ولادنا، لا ما كنعلموش، كنذكروهم في بعض الاحيان على شي حوايج، ولكن هما اللي جايين يعلمونا اليوم. وهاد القضيه كنقولها وكنعاود، راه غتصدمكم، كاين اللي في الوعي ديالو الحالي ما غاديش يقدر يتقبل هاد الفكره. اون توكا كاين واحد المحور كبير هضرت عليه في الكتاب ديالي ديال نور على نور، الكتاب ديالي ديال نور على نور كاين بالفرنسيه وكاين بالعربيه وكيتباع في كندا اليوم، دونك لوميير سور لوميير شابيتر 5 6، دونك المحور 5 6 هضرت على هذا الشيء هذا، وهضرت عليه عاوتاني بطريقه اخرى بالتمارين. وكاين في الموقع واحد المقاله، سمحوا لي، كاين واحد المقاله حتى هي سميتها نو زونفون نو ابارتيان با، كاين في الموقع ديال اكاديميه مريم العازم او ميريام الازيم اكاديمي حتى هي. دونك بالنسبه للكتاب موجود عندكم في كندا، ممكن تاخدوه، يعني كاين الكوتش ديالي تما، كاينين الفريق ديالي تما اللي غادي يصيفط لكم في ما كنتو في كندا وامريكا اوكي، باللغتين، طلبوه باللغتين او بلغه واحده على حسب واش عندكم، مع العربيه عندكم مع الفرنسي. يلا خرج هذا الكتاب، فيه عميق جدا جدا، والناس اللي قراوه في النسخه الرقميه، حيت خرج في الاول الكترونيك اي بوك، ومن بعد يلا هادي اسبوع خرج بالنسخه ديالو المطبعيه اللي هي الورقيه. موجود في المغرب، يعني الناس اللي نتوما كتستراسلوا معاهم في المغرب، موجود مزيان في المغرب بطبعه زوينه، موجود في اوروبا في جميع المدن، وموجود يعني حنا كنصيفطوه ليكم في القارات كاملين، يعني اللي في كندا كاين بوان دو غولي في كندا، اللي في اوروبا كاين لو بوان دو غولي في اوروبا، واللي في المغرب كاين لو بوان دو غولي في المغرب، هادشي اللي كاين. دونك فيه هذا، الا كنتي في مونريال ولا اي بلاصه في الكيبيك غادي نحط هنايا الروابط ديال، ولا حتى المشرفه ديالي راه معايا، غادي تحط الروابط ديال كيفاش الموقع اللي تقدروا تشريو منه، سينو غادي تتواصلوا مع سوزي هي اللي مكلفه ليا بالكتاب في كندا ان شاء الله.
هادشي اللي كاين، وحاولوا تنشروا وتخليوا الوعي باش يطلع، باش كل ما طلع الوعي كل ما حنا كنزيدوا نتعلموا ونثقفوا ونفهموا ونشوفوا كيفاش داير. دوك راه حطوا المشرفات ديالي بجوج، حطوا الروابط ديال الكتاب في مكان، بارطاجيو كل شيء في مكان، هضروا عليه في مكان، لان صراحه في عميق، يعني هو صغير الكتاب بزاف ولكن عميق جدا. حتى امريكا، حتى امريكا غيوصلكم كما بغيتوا، حتى امريكا غيوصلكم في اي بلاصه في العالم، غير تواصلوا مع الفريق ديالنا باش يقول لكم، باش ما تخلصوش لي فخي بوغ عاليين، لان الا مشيتو حتى من امريكا او كندا طلبتوه من الفريق ديالي ديال المغرب، غتخلصوا 150 الاورو، وما كاينش لاش، في حين ان في قلب كندا غتخلصوا شي 3 ولا 4 دولار وصافي، ديال التوصيل ديال لي فخي بوغ. هادشي علاش دونك فيما كنتو طلبوه من الفريق ديالي اللي كاين في داك القاره، احسن باش تخفف عليكم الطاكس ديال البلاد ويخفف عليكم خدمات ديال البريد اللي هما لي فخي ترونسبور ان شاء الله. دونك كنطلب وكنوي رب العالمين يفتح لكم البصائر اكثر باش تفهموا العمق ديال الكلام اللي كنقول، لان الا ما فهمتوش غتقولوا هذه كتخربق، هذه ما بغاتناش نربوا ولادنا، هذه وماشي هادشي نهائيا اللي كنقول، لا حاشا ماشي هادشي، لان انا عندي اطفال وكنعرف شنو كندير، وشي حوايج بزاف في التربيه ديال الام ديالي عجبتني وغربلت اللي خاصو يتغربل، ولكن اليوم انا واعيه بطريقه باش كنتعامل مع ولادي، ما كنتعاملش معاهم بواحد الطاقه ديال الاستعباد حيت خليتها من هي وحيت دارت عليا وانا نديرها عليهم، لا اليوم كنرافق ولادي بواحد الطريقه اللي اكثر سلاسه واكثر، ما كنقولش بان ما كاينينش المشاكل، ما كنقولش بان، ولكن ما بقاوش عايشين فيهم يوميا، يعني يوميا ضغط ويوميا عنف ويوميا فتنه ويوميا صداع ويوميا مدبزه مع الراجل، حيت الراجل كيقول لك ما ربيتيش ولادك مزيان، شوفي كي ولد، شوفي كي ولاد. الرجال الا كتسمعوني المنورين، خفوا على عيالاتكم، تقولوا لهم ما كيربوش ولادهم، لان هاد الدراري اللي زايدين ما خاصهمش التربيه، ماشي مهم اللي عوجاتهم، بالمفهوم القديم جايين معوجين جايين ساخطين مزيان معوجين بالمفهوم القديم، اوكي، بالمفهوم الجديد لا، ما جايينش معوجين، جايين مقادين، حنا اللي معوجين صراحه، هنقولها وكنعاود، حنا اللي جايين معوجين، حنا اللي هازين معنا جروح طفوله كثيره وجروح كارمات، حنا اللي هازين معنا كل شيء، وحنا اللي خصنا نخففوا باش نتعاملوا معاهم مزيان ويكونوا معنا مزيان، لان انعكاس، حنا مرايتهم وهما مرايتنا، حنا نخففوا وهما غادي يتعاملوا معنا مزيان، حنا نبقاو هازين وكنضاربوا معاهم غنبقاو كنضاربوا في هذه الحياه، ماشي هو هذا الهدف، الهدف الحياه متعه والله العظيم، من التجربه الارضيه اكثر متعه، اكثر من متعه، متعه 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 وفرح وبهجه ونعيم ووفره وراحه بال وكل شيء. الا ما كتعيشيش هادشي هذا مع ولادك ومع راجلك، كاينه شي مشكله عندك الدخل ديالك، كنقولها وكنعاود، واللي متبعني من قبل غادي يكون كيفهم الهضره ديالي، لان دخلوا معايا المنورات في دوره تعلقي مع طفلك الداخلي، في دوره العقل الباطن، دخلوا معايا في دوره تجلي الاهداف، هادو كلهم ساعدوا كل واحد فيكم انه يزيد يفهم التجربه اللي حنا عايشين فيها وهاد المشاكل اللي جايبين، حيت ما بغاوش يقولوا لينا الاس والاساس للمشاكل منين جاونا، ما كيقولوا غير كتاب ربي، مكتب ربي، او لا كما قلت لكم كيقولوا لنا العين، الجين، السحر، الحسد، هذا، ولكن ماشي هذا الشيء، هذا الشيء صافي سالينا من هذا الشيء، راه بساله ولات، اللي باقي تيتيق بالعين واللي باقي عاوتاني يقولوا لي احقر القران كيقول لك العين حق، لا اللي تيقها غيعيشها واللي ما تيقاش غيعيش ما يعيشهاش، لان هي مجرد معتقدات، انا عارفها بانها كاينه في القران ولكن انا ما غتاثرش عليا، لانني انا اكبر من هذا الشيء، هذا باكبر ديال الله، لان الله اكبر، اذا اللي متصل بالروح ديال الله سبحانه وتعالى غادي يكون فاهم هذا الشيء اللي تنقول، راه الفيديوهات في اليوتيوب وقناه نور على نور اللي فيها اكثر من 900 اوديو، غادي تكونوا فاهمين بالضبط العمق ديال هذا الشيء. هذا شكرا للحضور ديالكم، شكرا لهذا المجمع الزوين وهذا الموضوع اللي خليتوني نشير ليه، لانه باقي فيه ما يتقال وطويل وماشي سهل على الوعي ديالنا اللي حنا جايبين به، وكنترجى كما قلت ربي يفتح لكم البصائر ديالكم والقلوب ديالكم باش تقدروا تفهموا العمق ديال الكلمات اللي كنقول اليوم، لانهم غادي نقلونا واحد انتقال اخر باش نعيشوا هذا الطاقه الارض اللي غدا، وهذا الطاقه هذا العصر الجميل اللي طاقه انثويه وطاقه زعما ديال الحريه وديال اوف ديال نتنفسوا وديال نديروا اللي بغينا وقت ما بغينا كيما بغينا. واو
واو واو، ونبقاو غير في المسؤولية ديالنا، نكونوا مسؤولون وكنتحملوا المسؤولية ديالنا. يعني كاين الطريق الخايبة وكاين الطريق المزيانة، أنا اللي نبقى كنختار شنو بغيت. أنا بغيت الخايب غنتحمله، وبغيت المزيان غنتحمله. ما يجيش شي واحد يستعبدني باش يقول لي شنو ديري وخصكي ديري، وربي غيغضب عليك والعقاب والحساب وجهنم ويقول لي هادشي كامل، لأن هادشي مجهد بزاف علينا. أوكي، شكرا لكم، بكل حب بكل نور، كنبغيكم بزاف.